فيلم مونستر تراكس. شاب بيكتشف مخلوق غريب خارج من أعماق الأرض بيتغذى على النفط، فبيقرر إنه يخلي موتور بدل موتور عربيته، وبتدور مغامرات بينهم. بيبدأ الفيلم في أمريكا، بيكون في شركة اسمها ترافيكس بتستخرج النفط اللي تحت الأرض في منطقة معينة، وصاحب الشركة تينسون جه وأشرف على كل حاجة بنفسه. جيم عالم الأحياء بيبلغ تينسون إن حصل مشاكل معاهم في الأرض اللي بيستخرجوا منها النفط. بياخدوا أوضة وبيوريله إن الأرض فيها مية كتير جدا وممكن يكون فيها كائن حي، لكن تينسون بيديلهم الأمر إنهم يحفروا ويستخرجوا النفط. ولما بينزلوا الكاميرات في الحفرة فجأة بيكتشفوا حركة كائنات حية، ففجأة ضغط المية بيزداد بشكل كبير والخزانات بتنفجر في العمال، وبنشوف الكائنات دي بتطير من الحفرة وبتقع على خزانات المية. الكل بقى في صدمة من اللي شايفينه، لأنهم أول مرة يشوفوا حاجة زي اللي لسه حصلة دي. وفي النهار قدرت رجالة الأمن إنها تقبض على الكائنات دي وحطوهم في حاويات كبيرة. بيرك رئيس رجالة الأمن بيعرف تينسون إن لسه في كائن ما حبسهوش، فطلب منه تينسون يدور على المخلوق ده في أسرع وقت، لأن لو الشرطة اتبلغت بالمخلوقات دي هتوقف لهم الحفر اللي بيعملوه. بالليل بنشوف شاب اسمه تريب شغال في ساحة خردة، وكان بيحاول إنه يصلح موتور عربيته، لكنه فجأة سمع صوت بره في الساحة. خرج يستكشف اللي بيحصل، بيقرب من جرادل البنزين وبيلاقي واحد فيه خرم. فجأة كل جرادل البنزين اللي قدامه حاجة من الهوا خبطتها ووقعوا كلهم، فخاف تريب وطلع يجري بسرعة على جراج تصليح العربيات وبيقفل الباب عليه. بيدخل للأرضية اللي بيصلح منها العربيات وبيقفل عليه باب، لكن فجأة سمع صوت الكائن فوقيه وبيتحرك، ومرة واحدة بيلاقي جسم مخلوق غريب بينزل من الفتحات بتاعه الارضيه. فبيفتح تريب الباب وبيقدر يهرب، وبيخلي الكائن ينزل في الارضيه وبيقفل عليه الباب، وبيرمي على الباب صندوق المعدات. والشرطه بتيجي وبيكون في ضابط اسمه ريك وده جزء ام تريب، وبياخدهم تريب لعند المكان اللي الكائن فيه. ولكن لما بيفتحوا باب الارضيه ريك مش بيلاقي الكائن، وبيلاقي برميل بنزين مخروم، ففهم ان تريب بيعمل فيه مقلب، وامر ريك باقي الضباط اللي معاه يخرجوا وهو هيتكلم مع تريب. فبيهزق ريك تريب على انه عمل فيه مقلب، وبيطلب منه ما يعملش كده تاني لانه مش معنى جزء امه يعني مش بيحبه، وطلب منه يحسن طريقته. ومشي ريك. بيقرب تريب من جردل البنزين المخروم، وبيفهم ان المخلوق ده بيحب البنزين وبيروح المناطق اللي بيبقى فيها بنزين، فبيجيب تريب جرادل بنزين كتيره جدا وبيحطها جوه الاله اللي بتكسر العربيات، وبيدلق شويه بنزين على الارض عشان يعرف المخلوق ان في بنزين. خد تريب جهاز التحكم بتاع الاله عشان لو المخلوق ظهر يخلص عليه. بعد شوية من الوقت بيلاقي تريب الكائن ظهر وبدأ يطلع على الآلة، وبيكون المخلوق مش قادر يتحرك. هنا بقى بيفهم تريب إن المخلوق ده مفيش منه أي خطورة وعادي لو ما خلص عليه. فبيقرب تريب من المخلوق ده وبيلاحظ عليه إنه لزج جدا. بيفضل تريب يبص على الكائن وهو عايز يعرف أكتر عنه، لكن فجأة المخلوق بيلاحظه وبيخاف منه وبيصرخ عليه. بيترعب تريب من المخلوق ومن غير قصده وقع جهاز تحكم الآلة وبيتكسر الجهاز، فبتبدأ الآلة إنها تنزل على المخلوق. فبيحاول تريب إنه يصلح الجهاز ويوقف الآلة قبل ما تخلص على المخلوق، لكن الجهاز مش بيتصلح، فمش بيكون في حل تاني غير إنه يشد المخلوق من على الآلة. فبيجري بسرعة تريب عليه وبيحاول يسحبه، لكن الآلة بدأت تنزل على جسم المخلوق، وفي الآخر بيقدر تريب يسحبه وبينقذه. فالمخلوق ده بيتعصب جدا من تريب لأنه مفكره إنه مرضاش يخليه يكمل أكله للبنزين، فبيمسك تريب وبيصرخ في وشه وبيترعب تريب من منظره. فبيبص الكائن وراه بيلاقي ان جرادل البنزين كلها اتدمرت، وبيفهم ان تريب كان بينقذه. فلما بيسيبه تريب بيطلع يجري بسرعه وبيقعد المخلوق على الارض وبينام. بيبص تريب تاني عليه بيلاحظ ان المخلوق ده كسول جدا وفين وفين لما يقدر يمشي خطوتين، فبيزعق تريب للكائن وبيعرفه انه بيساعده مش هيأذيه. بنلاحظ ان الكائن ده قدر يفهمه وبيسمع كلامه. بيقرب تريب بجردل من البنزين وبيأكل الكائن عشان يقدر انه يكسب ثقته ويعرفه انه مش هيعمل له حاجه تضره. في الوقت ده في مركز الشرطه مع ريك بيجي له بيرك ورجاله تينسو وبيسالوهم اذا حد بلغ عن كائن غريب في المناطق اللي جنبهم او اي بلاغ جالهم بحاجه زي كده، لكن ريك بيطلب من الضباط محدش يجاوب. في واحد من الضباط بيخالف القوانين وبيجاوب وبيقول له على مكان الحوايا اللي فيها تريب وان في شاب بلغ ان في كائن غريب متوحش هناك. بنرجع لتريب اللي كان حط المخلوق على العربيه عشان يقدر ينقله لمركز الشرطه، ولما تريب نزل من العربيه عشان يشوف الكائن بيلاقي العربيه بتتحرك والمخلوق ده بيجري ورا الكلب بتاع صاحب ساحه الخرده. فبيحاول تريب انه يوقفه ويمسك حبل العربيه، وبيبص عليه المخلوق وبيلاقيه بيحاول يسحب الحبل، فبيقلده المخلوق وبيسحب الحبل هو كمان، وده اللي بيؤدي ان تريب يتجر في الارض. ولما بيقوم تريب تاني بيلاقي المخلوق بيجري بالعربيه، الكائن كان بيجري عند الجراج بتاع تصليح العربيات، فبيجري تريب وراه وبيحاول يلحقه، لكن في الوقت ده بيكون بريك ورجالته وصلوا للساحه، وبيسال بريك تريب عن المخلوق اللي بلغ عنه الشرطه ده وشافه فين. فبيحاول تريب انه يضحك عليهم وبيعرفوا ان كان بيتخيل، وتريب مرضاش يقول على مكان الكائن
عشان خايف لأحسن يأذوه، فبيطلب بريك إنه يدخل الجراج ويبص على حاجة، ووافق تريب وخلاه يدخل، ولما دخله ما لقاش تريب الكائن في الجراج. لكنه فجأة تريب لقى مستخبي تحت العربية. بيقف تريب عند العربية اللي مستخبي فيها المخلوق، بيظهر الكائن إيده، فبيحاول تريب إنه يخبيها قبل ما حد يشوفها. فبيقول تريب لبريك إن في صوت بره ويمكن يكون الكائن اللي بيدور عليه، فبياخد بريك رجالته وبيخرج يبص قدام باب الجراج. والمشكلة إن الكائن بيزق العربية وبيحاول تريب يوقفه، وقبل ما يخبطه في بريك بيعمل تريب نفسه بيزق العربية وعرفه إنه هيوديها الجراج التاني. وقدر تريب يبعد العربية خالص عن الجراج، فبيحاول تريب يخلي الكائن يهدى وما يتحركش، لكن الكائن مش بيسمع كلامه ولا إداله أي اهتمام، والكائن بيكعبل تريب وبيوقعه على الأرض. ولكن لما بيقوم تريب يبص قدامه بيتفاجأ بواحدة صاحبته اسمها مير، طلبت منه مير إنهم يذاكروا مع بعض زي ما اتفقوا. فبيقوم تريب من الأرض وقال لي مير تمشي حالا. مير زعلت منه لكنها طلبت منه وصلها حتى بالعربية، فمش بيرضى تريب يركبها العربية وقال لها تمشي. وراحت مير تمشي، لكن تريب سمع صوت رجالة بريك بيقربوا، فعلى طول ركب مير معاه وقال لها إنه هيوصلها. وبيفضل تريب يدوس على البنزين على أمل إن الكائن يزق العربية، وفعلا الكائن بيقدر إنه يحرك العربية وبيزقها. تريب كان ماسك الدريكسون وكان عامل نفسه هو اللي بيسوق، لكن فجأة الكائن بينحرف عن الطريق وبيدخل طريق الغابة، والكائن بيطلع دماغه من العربية وبيبقى مبسوط وهو بيجري. وقبل ما يخبطه في الشجر الكائن بيقدر إنه يتفادى كل الشجر اللي قدامه، لحد ما في الآخر بيوقف الكائن العربية في مزرعة. فبيخرج تريب ومير من العربية بسرعة، وبتسأل مير تريب عن اللي حصل ده وإزاي قدر يعمل ده كله. فبيطلب تريب من مير توطي تحت العربية وتبص على اللي تحتها. فلما مير بتلاقي المخلوق بتترعب وبتصرخ، وصرخها بيرعب الكائن وبيقف على رجله، لكنه في الآخر بيهدى وبينزل على الأرض. فبيعرفها تريب إن الكائن ده مش هيأذيها خالص، وإنه مسالم مع اللي مش بيأذيه. وطلب تريب منها تاخده الجراج بيتها عشان هيعدل كام حاجة في العربية، وفعلا خدته للجراج ومع العربية، والكائن مش بيرضى يخرج من العربية. فعرفت مير تريب إنها تأخرت ولازم تدخل البيت. بيطلع الكائن دماغه من العربية وبيتحرك لقدام وبيوقع الحاجات اللي في الجراج، فبيلحقوا تريب وبينزلوا جوه العربية تاني. ولاحظ تريب إن الكائن مش بيعرف يتحرك بالعربية لما مش بيشوف قدامه. فجت لتريب فكرة، بعد ما يعمل التعديلات على العربية بيبدأ تريب إنه يعمل فتحات للكائن يقدر يبص منها على الشارع، وهو بس اللي يقدر يفتحها له. ووقت ما كان بيعدل في العربية بيلاقي إن المخلوق فيه طاقة بتطلع منه، قرر إنه يزود العربية كلها بالطاقة دي. في نهار اليوم مير بتيجي للجراج وبتلاقي إن تريب لسه بيعدل في العربية، وكمان عرفها تريب إن الكائن جوه العربية وإنه قرر يخليه موتور العربية بتاعته. قام تريب من تحت العربية عرفها إنه اختار اسم للكائن واسمه كريتش، وبعد كده تريب بياخد العربية وبيعرف مير إنه هيجربها، وبيقدر الكائن يتحرك زي موتور العربية، ويمكن بقى كمان أحسن من الموتور. بيتسابق تريب ضد مير اللي راكبة على حصان بتاعها، لحد ما كريتش بيوقف العربية وبيوقع تريب منها. وبعد ما بيرجعوا للبيت مير قالت لتريب إن لازم يتخلصوا من كريتش، لأن ما ينفعش يفضل داخل العربية، وكمان بتقوله إن ممكن كريتش فقد عيلته وبيته وهو تايه عنهم ولازم يرجعوه عندهم. لكن بيدخل تريب الجراج وبيفضل يبص على العربية وهو مش قابل فكرة إن ممكن كريتش يكون تايه. وبعد كده بيفضل تريب يتصور معاه صور كتير على موبايله للذكرى. وبعد كده بيروح تريب وبيقول لصاحبته مير إنهم فعلا لازم يرجعوا كريتش لبيته من تاني، وممكن إنه يروح عند أبوه يسأله لو يعرف أي حاجة عن المخلوق ده. وبيغير تريب كاوتشات العربية لكاوتشات كبيرة، وبعدها بيمشوا في طريق شغل أبو تريب. والأول بيروحوا البنزين عشان كريتش ياكل، وفي الوقت ده وتريب بيحط بنزين صاحبه الغني بيجي هو كمان البنزينة وبيتريق صاحبه على العربية بتاعته، لكن كريتش بيكون فاهم كلامهم. ولما بيركب تريب العربية وبيبدأ يتحرك كريتش بيعمل صوت موتور عربية أحسن من موتور عربية المتنمر ده. وبعد كده بيتحركوا، ولكن كريتش كان متحكم في العربية بالكامل. كريتش بيسوق بتهور وبيخبط كل العربيات اللي قدامه، وكريتش كان مبسوط جدا وهو بيجرب العربية بعد ما شرب البنزين. وهنا بتفهم مير إنه زي الأطفال والبنزين عنده زي الحلويات وبتخليه مبسوط جدا. وبيفضل كريتش يجرب العربية وبيكسر إشارات المرور. فجأة كريتش بيطلع عيني داخل العربية وبيحاول إنه يتحكم في الدريكسيون، وفجأة كريتش بيدخل على معرض عربيات وبيطلع فوق كل العربيات وبيدمرهم. وبعد ما بينزل كريتش على الطريق بيخبط في عربية مليانة بالألوان وبتتفضل ألوان على صاحب معرض العربيات. بعد كده بيقدر تريب يتحكم في العربية وبيوصل عند مكان شغل أبوه، واللي بيطلع إنه شغال في شركة ترافيكس، وبيقابل تريب أبوه وكان لسه ما خلص شغل. فبعدها بياخدهم والد تريب للمقطورة اللي عايش فيها، وبيسأله تريب عن يوم الحادثة اللي حصلت للعمال وخزانات المياه ضربت فيهم. فبيبدأ والده يحكي له اللي شافه بالتفصيل وقت ما الحفرة اتفتحت ولحد ما الكائنات خرجت منها. وفهم تريب إن كريتش جاي من تحت الأرض، فبيخرج والد تريب بره المقطورة وقال له إنه هيجيب أكله جاي، لكن تريب ومير خرجوا وراه
ولقيوا بيريك ورجالته موجودين وأبوه بيتكلم معاهم. وهنا فهم تريب إن والده باعوا البيريك وعرفوا بموضوع كريتش، فبيزعق لهم تريب، لكن رجالة بيريك مسكوه وبيريك كان هيضربه، لكن كريتش شاف كل اللي حصل ده وتعصب جدا على صاحبه، وبيبدأ كريتش إنه يعمل صوت بالعربية وبينشغل بيريك ورجالته في العربية. بيستغل تريب الفرصة وبيركب مير العربية بسرعة، فبيبدأ كريتش إنه يلف حوالين تريب العربية عشان يبعد رجالة بيريك عنه. بيبص بيريك على العربية وبيفهم إن الكائن جواها بتفتح مير الباب لتريب وبتخليه يركب، فبيتحرك كريتش ناحية المقطورة بتاعت والد تريب وبيدمرها كلها، وبيهرب وبيخرجوا من البوابة. بيكون ريك وصل وشاف تريب بيدمر كل حاجة بالعربية، بيلاقي ريك كمان إن عربيات الأمن بتطاردهم، وبيفهم إن تريب في مشكلة، فبيحصل مطاردة ما بين رجالة بيريك على العربية اللي فيها تريب ومير. بيكون ريك برضو وراهم بيحاول إنه يساعد تريب. تريب ورجالة بيريك بيدخلوا جوه شوارع ضيقة، وبيلاقي تريب إنه قدامه صندوق قمامة كبير، فبيستخدم تريب تعديلات من اللي عملها للعربية، وبيقدر إنه يخلي كريتش ينط بالعربية من فوق الصندوق، ومش بيقدر بيريك إنه ينط زيه بالعربية، وبيخبط في الصندوق، فبيضطر إنه يلف من الطريق التاني. ومع تريب وهو بيحاول يهرب، فجأة بيظهر من الطريق اللي جنبه ريك، لكنه مش بيوقف له، فبيجري ريك وراه وبيطرده هو كمان عشان يأمنه. فبيلاقي تريب شارع ضيق قدامه وبيدخل فيه، ولما بيوصل ريك الشارع ده مش بيلاقي أثر للعربية ولا لتريب. وبنشوف إن كريتش متسلق على عمارتين وفوق عربية ريك بالظبط، وبيروح يدور عليه في طريق تاني، وبينزل كريتش بالعربية وبيكملوا هما كمان هروب. لكن المشكلة إن تريب بيلاقي بيريك ورجالته وراه ولسه بيطردوه، والمطاردة بتستمر ما بينهم لحد ما بيدخل تريب طريق مسدود وبيجي بيريك وراه. لكن اللي بيريك ما عملش حسابه إن التعديلات اللي عملها تريب للعربية قدر بيها إنه يخلي كريتش يتسلق المبنى اللي سد عليه الطريق. بيبص بريك على كريتش وهو بيتسلق ومبهور باللي شايفه. وبعد ما طلع كريتش بالعربية على سطح المبنى، فضل يجري فوق أسطح المباني وهو مستخدم دراعاته الطويلة جدا، وبينزلهم كريتش تاني على الطريق، لكن برضو بريك ورجالته كانوا لسه وراهم. فبيجي فكرة لتريب إنه يروح عند سكة القطر ويستنى لما يعدي، ويخلي كريتش ينط عشان يتأكد إنه فلت من كل اللي بيطاردوه، وفعلا بيعمل كده. وبيوصل عند القطر وهو معدي، وبيزيد الأدرينالين عند كريتش وتريب، وبيقدر كريتش إنه ينط بالعربية من فوق القطر، وبيقدر يعدي للجانب التاني. وبيفضل تريب يخمس بالعربية قدام بيريك ورجالته وهو فرحان إنه قدر يهرب منهم. بعدها بيكمل تريب طريقه لحد ما بيوصلوا لعند كوخ من بتوع أهل مير، وقرروا إنهم يستخبوا فيه لحد ما يشوفوا هيعملوا إيه في المشاكل دي كلها. بيفضلوا لحد الليل، بيقعد تريب ومير مع بعض، وبيحكي لها تريب عن حياته اليأسة ووالده اللي ساب أمه وخلاه يعيش بدون أب، لكن مير ادته أمل وهونت عليه كل اللي في حياته، فسابها تريب وراح يبكي جوه العربية بتاعته. ولما كريتش بيلاقي تريب بيبكي بسبب حياته، كريتش بيحط ايده عليه في محاولة انه يهديه وبيطبطب عليه، فبيزق كريتش العربية قدام البحر اللي قدام الكوخ على طول، وبينط في المية وبيعوم. وبينبهر تريب لما بيلاقي كريتش طالع منه نور عالي جدا لما نزل المية. في الوقت ده بنروح للدكتور جيم اللي قدر انه يعمل تجارب على ذكاء الكائنات دي، وبيعرف جيم تينسون صاحب الشركة ان الكائنات دي ذكية جدا وانها بتتعلم بسرعة. لكن تينسون عرفه ان ده كله مش مهتم بيه اصلا، وانه عايز يخلص مهمة استخراج النفط بأي طريقة، وعشان كده عرفه انه مقرر يحط سم في المية اللي في الحفرة اللي الكائنات دي بتعيش فيها، وبكده لو في كائنات تانية هيقدر انه يخلص عليهم كلهم ويستخرج النفط. وهدد العالم بحاجة يعرفها عنه لو ما ساعدوش في اللي هيعمله، وباقي الكائنات اللي محبوسة كانوا فاهمين معنى كلامهم، وعشان كده عملوا تواصل عبر العقل كاستغاثة. والإشارة بتيجي لكريتش وعرف إن في حاجة خطرة هتحصل لجنسه. وفي النهار بتصحي مير تريب وعرفته إن كريتش هرب ومش لاقياه، وبيقوم بسرعة تريب يبص حواليه ومش بيلاقيه، ومش بيكون عارف إيه السبب اللي خلاه يهرب. فبيعرف تريب مير إنه موبايله في العربية ومش هيعرف يوصله، لكن مير عرفته إن ده لمصلحتهم، وبتطلع موبايلها وبتقدر إنها توصل لمكان التليفون اللي في العربية، وعلى طول بياخدوا تاكسي وبيتحركوا لمكان كريتش، وبيوصلوا عند شركة ترافيكس. فبيدخل تريب ومير من غير ما حد يلاحظهم لعند الباب الخلفي بتاع الشركة، وبيقدروا يلاقوا العربية لكن مش بيلاقوا كريتش جواها. فقرروا انهم يدوروا عليه ويكتشفوا هو راح فين، لانهم فاكرين ان رجالة الشركة وصلوا له وقبضوا عليه، ودخلوا الشركة ونزلوا لعند الدور الارضي لحد ما بيقدروا انهم يلاقوا باب المختبر بتاع الدكتور جيم. كان في المختبر ده حاويات كبيرة اللي محبوس فيها الكائنات اللي شبه كريتش، فبيقربوا من الحاويات دي، لكن فجأة بيلاقوا الجدار فيه حاجة بتحفر فيه، ولقيوا ان كريتش اللي بيحفر، وبدأ كريتش انه يدخل. لكن في غرفة الامن لاحظوا ان في حاجة بتحفر في حتة المختبر، وعلى طول بعتوا كل رجالة الامن للمختبر عشان يشوفوا اللي بيحصل. ووصلت الحراس ولقيوا كريتش
وللأسف بيقدروا إنهم يسيطروا على كريتش، ومش بيقدر تريب يدافع عن صاحبه لأنهم كانوا كتير وأقوى منه. بعد كده الحراس بتاخد تريب ومير لعند تينسون في مختبر تاني، وبيدور تينسون على موبايلاتهم عن أي صور لكريتش، لحد ما بيوصل لصور كريتش وتريب مع بعض، فبيسألهم تريب هيعملوا إيه في الكائنات دي، لكن تينسون قال له ما يتدخلش في حاجة ما تخصوش، وبيخلي بيريك راجل من الأمن يخرجهم للبوابة. لكن وهم خارجين الدكتور جيم قابلهم وطلب يتكلم معاهم وعرفهم انه مش موافق على الخطة اللي تينسون عايز يعملها، وبيسألوه عن الخطة دي وبيشرح لهم انه عايز يموت كل الكائنات دي، وعرفهم انهم لازم يتعاونوا وينقذوا الكائنات دي، وقرروا انهم يتعاونوا مع بعض. وبعد شوية بنشوف تريب ومير راحوا يقابلوا السيد ويزرس صاحب ساحة عربيات الخردة. تريب طلب منه عربيتين يستعملهم وهيبقى يرجعهم له. قرر ويزرس انه يساعده وعرفه انه حاليا العربيات اللي عنده بايظة، لكن ممكن انهم يسرقوا عربية يختارها من الشارع من غير ما يتقفشوا. وفي الليل بنشوفهم هما في الونش راحوا عند بيت الشاب اللي كان بيتنمر على عربية تريب في البنزينة، ونزل تريب من العربية وركب سكينة الونش في عربية الشاب عشان يسحبوها، لكن حبيبة الشاب المتنمر ده شافته وهو بيعمل كده، لكن مرضتش انها تقول لحبيبها وخلته ياخد العربية، وبيركب تريب الونش وبيهرب. فبيكون فاضل عربية أخيرة لأن الكائنات عددهم 3، وبكده هما معاهم عربيتين بس. وراح تريب ومير عند معرض عربيات والد صاحبهم الغني سام. والد سام عنده جراج كبير جدا لتعديل العربيات وعنده معرض للعربيات، فشاف تريب عربية لونها أحمر عجبته وسأل سام لو يقدر ياخدها لمدة يوم. في الأول عرفه سام إنها كانت هدية عيد ميلاده، ولكن في الآخر قال له ياخدها عادي. فبيبدأ تريب يعمل تعديلاته على العربيات اللي معاهم، وتاني يوم كانت التعديلات خلصت وقدروا إنهم يعملوا كل التعديلات اللي محتاجينها. بنروح للشركة وبنشوف جيم وهو بيشوف العمال وهم بينقلوا الحاويات اللي فيها الكائنات في شاحنة كبيرة عشان هينقلوها لمكان الحفرة ويخلصوا عليهم مع الباقيين. فبيخلي جيم المسؤولين عن العربية مشغولين وبيركب العربية وبيهرب بيها، وقدر جيم إنه يوصل بالعربية لحد المعرض بتاع والد سام وسلمهم الكائنات. فبيخرجوا الكائنات من الحاويات وبيفرح كريتش لما بيشوف صاحبه تريب قدامه، وبعد كده الكائنات بتحضن بعضها وبيكونوا مبسوطين إنهم مع بعض، وبنفهم إنهم عيلة وإن كريتش كان الابن ودول أهله. بعد ما بيخلصوا المشهد المؤثر ده الكائنات بتدخل جوه العربية، وبيرجع كريتش للعربية بتاعته من تاني، وبيقرروا إنهم يرجعوا الكائنات دي تاني للحفرة اللي خرجوا منها. فعلى طول بيتحركوا ناحية موقع الحفرة، لكننا بنشوف بيريك ورجالته اللي قدروا يحددوا موقعهم وبدأوا يطردوهم. قدرت رجالة بيريك يحاصروا عربية جيم وضربوا على الكوتشي بتاع العربية أسهم عشان يعطلوا العربية، لكن ميريت دخلت بعربيتها وقدرت إنها تيجي من ورا عربية جيم وبتزق عربيته بعيد عن رجالة الأمن. ومير بتقدر بالكائن اللي معاها إنها تقلب عربيات رجالة الأمن، وبيعمل تريب خطة إنه يسحب عربيات رجالة الأمن للغابة عشان يخليهم يخبطوا في الشجر، وفعلا كلهم بيدخلوا للغابة، ولكن رجالة الأمن اللي صوروهم برضو وما حصل لهمش حاجة. وفي الوقت ده بنشوف ريك اللي اتبلغ باللي بيحصل وراح على طول على الموقع، ولقى تريب وباقي العربيات بيطردوا من رجالة الأمن، فبيحاول يلحقهم عشان يوقف اللي بيحصل ده. فبيجري بسرعة ريك على عربية بريك وبيقدر إنه يخبطه ويوقفه، لكن عربية ريك حصل فيها عطل ووقفت عن الحركة. فبيستغل بيريك الفرصة وبيخبط عربية ريك وبيرميه من فوق جبل، بس الجبل ما كانش عالي قوي وما حصلش حاجة ريك والعربية بس اللي اتدمرت. فبينزل بسرعة ريك من العربية وقرر انه يمشي على رجله ويلحقهم. بنرجع للمطاردة ولسه تريب ومير وجيم بيهربوا من رجالة الامن، وبيريك خبط العربية اللي تريب فيها وكان هيخليه يقع من على فوق جبل عالي جدا، وخرج تريب من باب العربية وفضل ماسك في الباب وما كانش عارف يطلع وينقذ نفسه، لكن كريتش قدر انه ينقذ صاحبه ودخله تاني للعربية. فبيكملوا في طريقهم ناحية الحفرة لحد ما بيشوفوا شاحنة كبيرة فيها مواد كيميائية، وبلغ جيم تريب ومير في اللاسلكي ان ده هو السم ولازم يخلصوا منه بسرعة، وفضلوا ماشيين بسرعة ورا العربية لحد ما فجأة بيكتشفوا ان اتعمل لهم فخ من رجالة بيريك، ووقفوا قبل ما يدخلوا في النار اللي ولعت قدامهم فجأة. وخلاص الفريق بتاعنا عرف ان مفيش مكان يهربوا ليه وانهم اتقفشوا. فجأة في شاحنة ضخمة جدا جت من وراهم وطلع اللي سايقها ريك، وبيدخل ريك بالشاحنة الكبيرة دي في كل عربيات رجالة الأمن. وبعد ما اتأكد ريك ان كل الرجالة وقعوا على الأرض، فتح صندوق العربية ونزل الرملة اللي فيها على النار، وقدر تريب ومجموعته انهم يعدوا ويكملوا طريقهم. بيلاقوا مطب عالي فبيجروا بسرعة عالي وبينطوا في الهواء بالعربيات، ولما بينزلوا بيقعوا على منحدرات من فوق جبل عالي، لكن الكائنات قدرت انها تسيطر على العربيات وقدروا انهم ينزلوا على الارض بسلام، ولقيوا الشاحنه اللي فيها المواد الكيميائيه قدامهم. فبينط تريب عربيته فوق الشاحنه وبيقدر انه يقلبها، والصدمه انهم لقيوا شاحنه تانية فيها مواد كيميائيه عند الحفره، والعمال هيبداوا انهم يشغلوا المضخات اللي هتنزل في الحفره السم. والعمال لما بيشوفوا العربيات بتاعه المجموعه قربت منهم بيشغلوا المضخات اللي هتنزل السم للحفره، وفجاه بيخبط بريك تريب وبيقلب عربيته،
وفي الوقت ده قدر جيم ومير انهم يخوفوا العمال وخلوهم يهربوا، وهم نزلوا حاولوا يعطلوا المضخات، لكن اتصدم جيم لان حاليا السم هيبدا ينزل حالا للحفره. في الوقت ده بنشوف كريتش عدى للعربيه قبل ما بيريك يخبطهم تاني، وبيجري تريب العربيه ناحيه عربيه بيريك، والاتنين بيخبطوا ببعض. عربيه بيريك كانت اقوى من العربيه بتاعه تريب، وبيزقها ناحيه الحفره عشان يرميه من فوق، لكن كريتش بيتصرف وفجاه بيخرج وشه من العربيه وبيدخله جوه ازاز عربيه بيريك وبيخوفه لحد ما بيقدر يبعد على العربيه عن الحفره. فبيحاول بيريك يدافع عن نفسه وبيفضل يضرب كريتش في وشه، وما استسلمش بيريك وزق العربيه تاني على الحفره. ولكن كريتش قبل ما العربيه بتاعتهم تقع في الحفره طلع على سقف العربيه بتاعت بيريك ورماها ناحيه المضخات وخلاها تدمر كل حاجه. واما كريتش وتريب بيقعوا في الحفره بالعربيه وبينزلوا في الميه اللي في الحفره، وكان تريب هيغرق ويموت، لكن كريتش قدر انه يلحقه وبيطلعه من الميه، وبيطلع له كمان العربيه بتاعته اللي غرقت جنبه. وفجاه بيطلع من الميه عدد كبير جدا من الكائنات دي، وبصوا لتريب بنظره شكر على انه ساعدهم انهم يفضلوا عايشين. تريب بيودع صاحبه وبيبدا كريتش انه يعوم مع باقي جنسه داخل الميه. بنعرف بعد كده ان تم القبض على تينسون من الشرطه بتهمه انه كان عايز يخلص على الكائنات دي، وقدر تريب هو وريك يصلحوا العربيه اللي اتدمرت وعلاقتهم اتحسنت ببعض. وبياخد تريب صاحبته مير اللي حبها في رحله بالعربيه. وهنا بنكون وصلنا لنهايه فيلمنا. شكرا على المشاهده وسلامه صديقي.